السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أموركم تمام. هذا الفيديو الأول للبروتين ميتابوليزم شابتر، حيكون بإذن الله خفيف. لو تفرجت على الكربوهيدرات حيكون هذا أسهل وأخف، لأن شني لأن خلاص مربوط ببعض. أنت خديت يعني النهاية بتاع الميتابوليزمات اللي هو شني الكربوهيدرات، لكن الميتابوليزم بتاع البروتين أسهل وأخف وأريح. وحنبدأ في الأول نعطيك كم معلومة كإنترودكشن هيك بسيط، وفيديو هو حنتكلم فيه فقط على الدايجيشن، كيف نهضم البروتينات. حنتكلم في الأكت اللي بعده أو الشابتر اللي بعده على أو الفيديو اللي بعده على الأبزوربشن. بعدين حنتكلم على التفاعلات متاع الأحماض الأمينية الأربعة المشهورة. بعدين ناخذ كل أمينو أسيدز أو مجموعة أمينو أسيدز الميتابوليزم متاعهم. كل الكلام حيكون بسيط بإذن الله وخفيف. يلا، كأول معلومة introduction، نبي نعرف لك شنو هم البروتينات، فاهم؟ ونقدر نقول إن البروتينز are organic compounds، وانت تعرف الكلام هو مفروض compounds خيرهم متformed متكونات of amino acids. مهمة جدا الكلمة هي، خصوصا او يسمون فيهم alpha amino acids. joined together، كيف مربوطات؟ joined together by، مهمة جدا الكلمة، peptide bond. لو إن الكلام هو جديد عليك، well this is مشكلة كبيرة هي، لأن الكلام هو جديد عليك، مفروض هذا شني مراجع. بح توا نبي معلومة ثانية على عكس خلينا نقول هيك، in contrast in contrast to carbohydrates and lipids، هادوم وظيفتهم ديما energy production و energy synthesis صغيرة. البروتينات خيرها هادي تخدم ك serves as building blocks شو معناها؟ وحدات بنائية for synthesis of، أو خلينا يعني معلش بس مفروض ما نقولش بروتين، نقول أمينو أسيدز. الأمينو أسيد of بروتين أو body proteins، نشرح لك بالضبط شو معنى الكلمة body proteins. يعني على عكس الكربوهيدرات السكريات مثل الجلوكوز وغيرها والأحماض الدهنية في التشابتر متاع الليبيد ميتابوليزم اللي هم مثل البالميتات والأوليك وغيرها، هذا مكسر فيهم عادة أو باش نستفيد من الطاقة. لكن الأحماض الأمينية عادة ما نبيش إني أنا نخزنها أو نستعملها للطاقة، إنما نبني بيها الأحماض نبني بيها البروتينات، وهيكي نكون استفدت منها لبناء الجسم. الأدلت هيومن بادي، ما هي الأدلت مان عنده في جسمه حوالي 12 كي جي بروتين. معلومة هذيك، لو كان وزنه شني وزنه 70 كي جي، فهو حيكون وزن عنده شني عنده 12 كيلو جرام من البروتينات. ده معلش شني الفانكشن بهي، شني المين فانكشن؟ انت قلت لي تو شني بتاع البروتينز، شنو وظيفتها البروتينز؟
هيك هنمشي معك في صفحة جديدة، خليك اكتب معي انت. طيب وبدي لك مربع كيف الوسط اهي، ونكتب لك فص. طب خلينا نكتبها بالاحمر، سينثيسيس تصنيع، واطلع معاي بالاسهم هذه اهي. اول حاجة نقدر نصنع التشيو بروتينز، فضل الأحماض الأمينية والبروتينات. نقدر نصنع السيل أورجانيلز زي مثلا الميتوكوندريا، ميمبرين، الساكرونت بلازمك، واتفر. نقدر نصنع الملك، نقدر نصنع الإنزيمات، نقدر نصنع الهرمونز، نقدر نصنع البلازما بروتينز. نقدر نصنع نيوكليو بروتينز لما الهستونات مثلا. نقدر نصنع أي شيء، حرفيا أي شيء. لذا كل هذا يعني البروتينات خاشة في عرس كبير في جسمي. وهنا يعني الكلام أعتقد إنه مازال في المتناول وما فيش شرح يذكر. خلينا توا نفتح عنوان جديد ونسموه شني، بروتين بروتين دايجيشن. كيف نبدو نهضمه؟ الكلام هنايا لازم نضطر في زي كل شابتر ميتابوليزم اني يعني نرسم صديقي الانسان اللي بياكل بهي، عذرا على قدرات الرسم، لكن الفائدة في الفائدة. الأذن، يلا اوكي. بعدين تعال ودي لي شني، دي لي اليومن زي استوى واساس خلاص. بعدين نطلع برا الجسم من هنا، الانتستن كلها انتستن بهي، هذه كلها خلايا انتستن. نفس الشيء كي يهمني نعرف او عندي 3 محطات مهمة هني. معلش كي مع احترامي ليكم، نبي نرسم البنكرياس. البنكرياس لي دور مهم جدا في الميتابوليزم، سواء كربوهيدرات ولا الليبد ولا الدهون. الكبد لكن ما نبوهاش هلبته. اول حاجة لازم تعرف ان المحطات اللي حنركز عليها ستومك راهي البنكرياس ثم خنديرها بعيد لأن مرات نحتاج نخربش انتستن 100%. بح لما او خلي نفهمك حاجة بخير. لما بتاكل البروتينات تعتبر ماكرو مولكيولز، مركبات كبيرة، تو لارج، فلازم من يعني نكسرها الى امينو اسيدز. يعني لازم توصل هنايا، خلينا نديروها بلون فاقع واضح اللي هو مثل نكي. لازم امينو اسيدز هنايا تكون شني امينو اسيدز. انت واكل بروتين لازم تدقدق بداية بالاسنان ثم
بالستومك، وبعدين هنا اكثر مكان بينحرك فيه، ثم شني في الانتستان. نبيك تعرف ان العملية هي تتم بواسطة مجموعة من الانزيمات، في هلبة انزيمات حنكتبهم هنايا تواليا اهي، وتتم بمساعدة بعض الهرمونات حنكتبهم برضو هنايا. بح كليت البروتين مضغطة في فمك، هذا ماهوش جنسنا، ماهوش هضم، لكن انت تبي في الثلاثة هما اللي انا سميتهم تبي تركز عليه الدهون، على الاحماض الامينية او تكسير البروتينات. اول حاجة انت عندك هنايا في الستومك انزيم، عندك انزيمات في الستومك اسمها بيبسين، عندك انزيم ثاني او ال HCL حتى هو يؤدي في دور مهم جدا، عندك حاجة ثانية اسمها رينين هذا موجود فقط في الاطفال حنتكلم عليه، ثم جيلاتينيز، هذا وين موجودات؟ هذا موجودات ستومك. البنكرياس حنديرهم باللون الأصفر المخضر هو الزيتي، كلون البنكرياس. عندي تريبسين أحد أهم الإنزيمات للتقصير، تريبسين. عندي إنزيم ثاني اسمه كيمو تريبسين، عندي انزيم ثالث اسمه كاربوكسي بيبتايديز. عندي انزيم ثاني اسمه إلاستيز. لاحظوا 1 2 3 4 إلاستيز، هذا كله من وين طلعت؟ البنكرياس. اهي خمس حاجة عندي كولاجينيز، هادو الانزيمات بتاعت مني بتاعت البنكرياس، حنتكلم عليهم بالواحد بالواحد. اهي نفضل لي شني؟ نفضل لي انزيمين يطلعوا من السمول انتستن، انزيمات السمول انتستن حنديرهم باللون البرتقالي هذا. اهي الانتستن نديرهم هيك كنوع من التغيير، ما ينفعش نحن اتفقنا ان الجاية جيت انزيمات. يلا عندي امينو بيبتايديز رقم واحد، امينو بيبتايديز رقم اثنين، عندي شني؟ داي بيبتايديز، مهم جدا الكلام هذا. عندي امينو بيبتايديز داي بيبتايديز، هادم انزيمات شني؟ انزيمات الانتستن. بح شنو هم الهرمونات؟ الهرمونات عندي واحد، الهرمونات اللي بتتحكم في نفس الوقت، طبعا الهرمونات شنو وظيفتها؟ بتطلع للدم، تطلع وين؟ في الدم مش في اليومن. الهرمونات يديرون باللون الأزرق مثلا الهافت هذا، عندك جسترين هذا حنتكلم عليه حتى هو بعدين، عندي في الجدنم بالضبط بهي في الجدنم واحد اسمه سي سي كي أو كولي سيستو كاينين، كاينين معناها حركة، كاينتك بهي كولي وسيستك يعني العصارة الصفراوية أو الجول بلادر، يعصرها ويحرك منها وش نسمه، هيحرك منها بايل. ثالث حاجة
السكريتين هذا موجود في الديودينم والجيجنم. سكريتين وهما الهرمونات مهمات للغاية. للغاية في شني؟ في عملية الدايجيشن. فشن بصير لي عندك علم؟ أنا محاضرتي كملتها، لا ما كملتهاش، كملتها كمعلومات يعني كخطوات هيدلاينز. فشن بندي لك نبدأ نتكلم على كل واحد بهي في كل مرحلة نتكلم عليها بالتفصيل الممل. طبعا لما نقول لك ممل والله ما حيكون ممل بإذن الله، لأن الشابتر هو أعدكم بأنه يكون خفيف. هاي نبدو بالستومك، شنو عندنا ميتابوليزم فيها؟ أول حاجة عندي إنزيم اسمه، اتفقت أنا وياكم، إنزيم اسمه بيبسين. واجب عليك تعرف إن البيبسين هو اسم قديم لي يعني بطن. باهي بيبسين الأوبتيموم بي اتش متاعه، الأوبتيموم بي اتش، البي اتش متاعه من 1 إلى 2، يعني very low acid media، يخدم في الدنيا لما تبدأ تنحرق. بهي الإنزيمة هو لازم ما تعرف عليه إنه secreted تشوفها يا by chief cells، يسألوك فيه في الهيستو وفي الفيسيو وفي البايو، والله وفي الباثولوجي بعدين chief cells، وحتى في الفارما ما عمرك تنساها يا هاي. تلقى اسم ثاني لها اسمها serous cells، الخلايا السائلة أو الخلايا اللي بتفرز سوائل، ويفرز باي secreted inactive. شنو معنى inactive؟ يعني خامل. شنو نسميه في المرحلة هذه؟ بيبسينوجين. شنو معنى بيبسينوجين؟ يعني جين inactive offline. باهي كيف بنتفعله؟ أول حاجة ديرها لك هيك على جنب، البيبسينوجين أول ما يتفعل يتلوح باهي بيجيه ال HCL، HCL يحوله إلى بيبسين. إذا نقدر نكتب هنا، نقدر نقول هنا إن activated باهي first activated by HCL عادي ولا؟ تو البيبسين هو حيحول البيبسينوجين إلى بيبسين، يعني فعل روحه من الأخير. يعني بعد ما أوكي يا اتش سي ال أنت فعلتني في البداية، تاني نبدأ نفعل الجماعة أخوتي الإناكتف نفعلهم. فنقدر نقول second بهي يتفاعل بحاجة اسمها اوتو كاتاليسيس. شو معنى اوتو كاتاليسيس؟ التحفيز الذاتي، اللي هي بيبسين يحفز بيبسينوجين. باي الاكشن متاعه شنو؟ شنو الاكشنز؟ شنو حيهضم لي؟ اول حاجة لازم ما تعرف ان الانزيم هو اندو بيبتايديز. شو معنى اندو بيبتايديز؟ يعني سلسلة بروتينية زي توك دورات الكحل امينو اسيدز. بهي نذكرك ان السلسلة الامينية نهايتها ان وكربوكسيل، يا اما كربوكسيل اند سي او او اتش 3 او ان اتش 3 فري كذا توا. طبعا هي للامانة سي او او في اليونايتد ستيت، فتبدا شيني تبدا عندنا سي تيرمينال وان تيرمينال. لكن الانزيمه هو وين يكسر هيك، يكسر الداخل، ما يكسرش برا. لو من برا نسميه اكزو. هذا انزيم اندوبيبتايديز، مهمه جدا جدا جدا. باهي يعني اندوبيبتايديز يعني بيكسر شيني في الميدل of peptide
تشين. أتمنى الكلام يكون واضح لي توا. باه، عند وظيفة تانية. نعم، قال لك حشيش هو يجي في الوسط، لكن وين؟ قال لك هيدروليسيس، يدير هيدروليسيس اوف، يحلل الرابطة البكتيدية. باهي هيدروليسيس the bones، روابط between مني، هي العلامة between aromatic amino acids. لو ناسي من هم الاروماتيك امينو اسيدز، يعني نكتبهم لك. مثلا عندك تايروسين، فينايل انانين، و تريبتوفان، هذا من ثلاث احماض الاروماتيك. هيك كل اللي تبي تعرف على البيبسين قلته. تكلم لي على ثاني هرمون، آسف، ثاني إنزيم. ثاني إنزيم هو سبيشل شويك، حاجة دلع شوية، اللي هو ميني رقم 2، الرنين. الرنين ربك خالقه باهي باش البي اتش متاع، طبعا خلينا نقولك البي اتش متاع الاوبتيمم 4. أربعة ما يمشيش للكبار. هو شوف جاي ربك خالق الإنزيم هو باش يدير coagulation of milk proteins. شيني قصدك يجلط أو يكتل بروتينات الحليب. نعم، كيف الرنين ندير هالك في تفاعل قبل، بهي تفاعل على الجنب، رينين زايد كازين. كازين هذا بروتين الحليب، بروتين الحليب كازين، هو حيؤدي الى بان بارا كازين، اسف بارا كازين. البارا كازين هو يجيه الكالسيوم في المعدة ويحول الى انسوليبل، والكالسيوم بتاع الحليب نفسه انسوليبل كالسيوم كازينات. هذا عبارة عن، اكتبها لك بالاحمر، كلوت. شو معناها؟ اني حولت الحليب السائل بهي فلوت الى كلوت. تنقولك علاش؟ بس مبدئيا تو الرنين يا جماعة acts on casein. رنين acts on casein، كازين بروتين الحليب هذا، بح اللي هو خلينا نقوله main milk بروتين. حلو، في وجود الكالسيوم خنديروها كنقاط A B presence of calcium، حيصير يتحول إلى insoluble calcium كازينات. باش نستفدتني هذا الشعور يعطي gives the baby sensation of fullness، يعني يبدأ البيبي شبعان، لما الحليب يبدأ كتلة في بطنه ويقعد شني متجلط هكي وكتل ويابس. يا جماعة sense of fullness أو sensation of fullness هو مهم للغاية، لأن كان هذا البيبي حيقعد طول عمره جعان ويقعد طول عمره يصيح. معلومة مهمة تبي تعرفها، إن الرنين absent in adults. علاش absent في الأدلت في نظرك؟ لأن البيتش متاعي من 1.5 إلى 3 في البطن، هذا يبي بيتش 4،
لذا ستومك تكسر في الرنين متاع الأدلتس. مهم جدا 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 يا جماعة. لو حد فيكم ليه علاقة بالحوايز أو يعرف اللي بقر واللي معيز شنو يديروا لهم، ففي حاجة، في حاجة اسمها فطيم. فطيم اللي هو صغيرة العنز أو صغير الخروف. الفطيم هي يبدو يذبحوا الخروف الصغير علاش إن البيتش متاع ستومك متاع ماهوش كبير هلبة، معتمد هلبة يبدع الرنين لأنه يرضع من أمه. شن ياخدوا؟ ياخدوا المعدة متاعه ويصبوا فيها حليب، تبدأ قشطة وتبدأ زبادي وتبدأ الجو هو مشتقات الحليب. علاش؟ لأن الرنين في بطن الخروف قاعد أكتف ويستفيدوا منه أجدادنا القدماء، ومش حتى القدماء، حتى الحدثاء في اللقطة هذه ويديروا فيها. ثالث إنزيم، ثالث إنزيم، خلاص كملنا كملنا الرنين. ثالث إنزيم اللي هو شني؟ جيلاتينيز. جيلاتينيز، جيلاتينيز هو من اسمه، من اسمه بيكسر الجيلاتين. فهي ان انزيم ليكويفايز، ليكويفايز يعني يحلل او يذوب، ليكويفايز من الجيلاتين. شنو هو الجيلاتين؟ احد البروتينات المهمة في الغذاء. هو مش مهمة الحق، احد البروتينات الكثيرة اللي توجد بكثرة في الغذاء. جيلاتي، جيلاتي اللي ياكلوا فيه، تعرفش من زيتونة، من ساحل، من ليموني، ما عارفش الدولشي فيتا. المهم كل فكرتهم انه ياخدوا في بروتين الجيلاتين ويصقعوه ويعطوه نكهة وغيره ومشي مرق. الجيلاتين يا جماعة low nutrient factor، ماليش قيمة غذائية عالية. هذه معلومة مهمة اللي تعرفها على الجيلاتين. هيكي هيكي توا نكونوا تكلمنا على الانزيمات الستومك اللي هم ميني، اللي هم بيبسين، اوبتيمم بيتش بتاعه 1 إلى 2، يفرز من التشيف سيلز، يفرز ان اكتف كصورة بيبسينوجين، ويتفاعل بال HCL في البداية، بعدين أوتو كاتاليسز اللي هي في التفاعل المبين قدامكم. فعلني أنا في الأول بال HCL، بعدين أنت نبدأ نكسر. الأكشن بتاعي إندو ولا إكزو؟ إندو، إندو بيبتايديز، وحشيش تنكسر الأروماتيك أمينو أسيدز. به ثاني إنزيم عندي في ستومك الرينين، البيتش بتاعه قداش؟ 4. هذا خيره، هذا وظيفته يدير كواجيوليشن ميلك بروتين. الرنين يخدم على الكازيين، في وجود الكالسيوم هنحوله الى مركب غير ذائب، غير ذائب، انسوليبل، ويبدا شيني يبدا يحسس في البيبي بالفولنس او الشبع. الرنين لا يوجد في الكبار علاش ان البي اتش يحرق او يدير ديناتيوريشن للانزيم. جيلاتين ليكويفايز، جيلاتيناز يكسر جيلاتين، وهذا أقلهم أهمية صراحة. باهي تو نتكلمو على الست الثاني من الإنزيمات. الست الثاني شن قصدك؟ اللي هما intestinal enzymes، intestinal enzymes. يلا هي intestine، وفي الانتستين نسموا بسم الله ونتكلموا على اهم واحد فيهم بالبدايه اللي هم البنكرياتيك انزيم. يعني في الانتستين، شوف احنا عندنا الانتستين حنقسمها حاجتين، اما بنكرياتيك رقم A نديروها بلون البنكرياس، علاش؟ لان هو البنكرياس يعتبر فاتح وين؟ في الديودينم، سكند بارت الميديال بوستيريور. باهي البنكرياتيك انزيمز خيرها هذا شين فسطة؟ فسطة رقم، خلينا نديرهم لك كليستة صغيرونة هيك ونتكلم عليهم بالواحد. عندي تريبسين، كيمو تريبسين، عندي كاربوكسيك بيبتايديز، وعندي إلاستيز،
وأخيرا كولاجينيز دبل إله يا باي. هاي 1 2 3 4 5، هذا مش جديد علينا توا، مبكر يعني بالتأني نعاود لك في المعلومة. حنمشي لأول واحد، الكيمو تربسين، مهم جدا الكلام اللي بنقوله توا. آسف، التربسين رقم واحد، تربسين قصة حياته لازم تعرفها وتكون حافظها، هو والبيبسين شبه أهم إنزيمات. هذا ما تخشش الامتحان مش فاهمه. البي اتش متاع قداش؟ 8 طبيعي، هذا متاع الانتستن. الانتستن البيئة فيها قاعدية. أول حاجة secreted inactive، يفرز inactive في صورة شيني، تريبسينوجين. ممتاز. كيف بيتفاعل؟ أول حاجة هي نديرها لك اللون أحمر، activated first by enzyme موجود في اليومن، موجود في ال intestinal mucosa، انزيم اسمه انتيرو بيبتايديز. الانتيرو بيبتايديز هو اكتب لي جنبه بين قوسين هيك produced by intestinal mucosa. ممتاز جدا جدا جدا. اول حد بيفعل التريبسينوجين اللي هو شنو؟ الانتيروبيبتايداز. معناها تبي تقول لي ان تريبسينوجين حيتحول بفضله هو الى تريبسين. نعم، الاجابة صحيحة. بعدين اللقطة اللي حتصير اللي هي شني؟ الأوتوكاتاليسيس إن التريبسين يفعل التريبسينيجينات اللي زيه بقى عن طريق الأوتو كاتاليسيس. مش حيرجع هو يفعل روحه، نحكي إنه بيفعل مركبات تانية. خدي معاي الأكشن متاعه هذا راهو ماهوش إنزيم هين. الأكشن متاعه أول حاجة الانتيروبيبتايديز حيكسر، حيدير هيدروليسيس. أول حاجة هيدروليسيس دي هي هيدروليسيس اوف بيزك أمينو أسيدز. مش هو في بي اتش بيزك أمينو أسيدز، أحماض الأمينية القاعدية. محمود نسيناهم، الأحماض الأمينية القاعدية نكتبهم لك بالأزرق. لو يتفكر الهيستيدين، لايسين، أرجينين، هادم الثلاثة أحماض شني بيزك، حشيشتهم يتكسروا بالتربسين. حشيشتهم يسألك فيه إيه عادي يكسرهم به. ثاني حاجة اعرف ان يكسرهم شنو الهيدروليسيس راهو اني خلي نديرها رقم 2 لك بروحها، اندو بيبتايديز. يعني زي مني، زي كل ما سبق اللي هم مني لا اله الا الله، البيبسين و مني رنين، مش موضوع كلين جيلاتين. فكرة شنو؟ ان التريبسين اندوبيبتايدز زي البيبسين. بالله ما تنساهاش، البيبسين يكسر في الاروماتيك اندوبيبتايدز، هذا اندوبيبتايدز بيزك اللي هو التريبسين. ثالث حاجه مهمه في وظيفته ان اكتيفيت، شوف هي اكتيفيت اول اذر ان اكتيف
انزيمز. راي يا جماعة ربك لازم ان الانزيمات هي تفرز ان اكتف، كان هذا راح تاكل البنكرياس قبل ما تاكل او تهضم بروتينات البنكرياس قبل ما توصل لليومن، لذا ربك يفرز فيهم اكتف. معلش، مين اللي فاعل فيهم؟ التريبسين. كلمة مهمة جدا جدا جدا، باهي. حلو، نمشي توا لتاني واحد، الكيموتريبسين رقم 2 من خلايا الانتستين، من خلايا البنكرياس اسف، كيمو تريبسين. هاي كلمتين خفاف نضاف على الكيمو تريبسين. اول حاجة secreted inactive يعني غير نشط. شن اسمه؟ حط اسمه واكتب جن، كيمو تريبسينو جن. حلو حلو. مبه، شنو وظيفته؟ طبعا مين بيفعله؟ مين بيفعله؟ تريبسين. مين بيفعله؟ تريبسين. باي شنو الاكشن نتاعه؟ يدير اندو بيبتايديز، يكسر هيدروليسيس. اوف بيبتايد بوندز. between many الاروماتيك، between اروماتيك زي مني، زي البيبسين، similar للبيبسين. صحيح، هكي اتمنى تكون شني واضح. هذا كيموتريبسين، كيموتريبسين يشبه، طبعا سن تلقاه في المصطلحات يسموه في كايموتريبسين نفس الشيء. باهي، كربوكسي بيبتايديز تالت واحدة، رقم ثلاثة كربوكسي بيبتايديز. هذا يا جماعة أول إكزو بيبتايد تزبطه، أو أول واحد، أو أول إكزو بيبتايد تاخده. هذا شنو يدير؟ هذه السلسلة البيبتيدية يجي يكسر من السي أو أو إند، هذه إن إتش 3، هذا اسمه كاربوكسي، يجي يكسر الاولك، يفضل اللي بعده يكسر اللي بعده، مو يكسر شيء من الحاشيه، يكسر من اما حاشيه، الحاشيه ال شنو اسمه الكربوكسيليه. سو اول حاجه معلومه بنقولها عليه انه اكزوبيبتايديز، ممتاز، يكسر هذه يعني يكسر من البريفري، يعني من ال شنو اسمه، طبعا اكيد حينفرز ان اكتف ويتفعل مني بفعل التريبسين هذه، خلاص ما بنقولها. اهم حاجه، اهم حاجه ان هي يدير هيدروليسز اوف امينو اسيدز خيره ادجيسنت، ادجيسنت هذه سي to the free carboxyl اللي هي هيك، يطلع بعدين شني free amino acid واحد اللي هو شني، هو يطلع حر بروحك. باهي تمام. رابع انزيم الاستاز. الاستاز البعض يحسب انه يكسر في الالاستين، لا غلط غلط. بهي هذا انزيم يفرز ان اكتف، بهي، لكن نبي نقول لك عليه اسمه، اسمه برو الاستاز. هيك مرات شني يسالك عليه اسمه، برو الاستاز، من بيفعل التريبسين. خلاص، هذا اندوبيبتايديز
اندوبيبتيداز يكسر او يكسر بهي يدير هيدروليسيس اوف بيبتايد بوند بهي. شفتوا بيبتايد بوند طول درت هيك اختصار بهي بيبتايد بوند بمعاقه هي بيبتايد بوند بتوين جيني سمول امينو اسيدز سمول امينو اسيدز اللي هم ميني سيمبل زي مثلا الجلايسين زي مثلا الجلايسين الانين سيرين and so on. اخر انزيم من بنكرياتك اخر انزيم من بنكرياتك اللي هو ميني اللي هو كولاجينيز صح ولا لا؟ رقم 5 كولاجينيز. الكولاجينيز وظيفته بسيطة جدا هيدروليسيس اوف كولاجين. معلومة عن الكولاجين هو اكتر بروتين موجود في جسم الانسان اكتر بروتين موجود في جسم الحيوانات فربك خالق انزيم خاص لي في البنكرياس يحلله للاسف يحلله الجلايسين وبرولين وهيدروكسي برولين هذا من 3 احماض امينيه ما همش في غايه الاهميه وعادي يعني زي قلتهم هيك نكونوا كملنا انزيمات من البنكرياس. اخر فقره ام اسف ما قبل الاخيره انا مازال هرمونات الفقرة ما قبل الأخيرة اللي هي الانتستينال انزيمز. والانتستينال انزيمز الأمانة موضوع بسيط جدا جدا جدا. كيف كتبنا لونهم احنا الانزيمات الانتستين هيك طبعا. رقم 3 انتستينال انزيمز اللي هم بتاعت اللي ينفرزوا في الانتستن. اول حاجه الانتيرو بيبتايديز ما تحسبهاش معاهم علاش ان ربك خالقه باش يفعل التريبسين. لو ما فهمتنيش عاود الفقره اللي فاتت تفهمني اكثر باذن الله. لكن اول انزيم تو مختص في هضم الدهون وهو في الانتستن رقم اي نديرو مثلا امينو بيبتايديز. لو انت شاطر ومركز معي خديت الكربوكسي هذا تاني واحد اكزو من الجهة التانية اللي هو اكزو بيبتايديز هيدروليسيز هاي هيدروليسيز البيبتايد بوند وين adjacent to the free amino group. شكرا شكرا عفوا عفوا اللي هي NH2 باهي يعني بيطلع free fatty acid واحد اللي هو من الحاشية هي الحاشية N يجي يكسرك. B تاني واحد اللي هو شنو داي بيبتايديز هذا هيدروليسيز او كومبليتس هذا كومبليت لان في الاخير بيفضلوا اتنينات كومبليتس ذا دايجيشن اوف داي بيبتايدز اللي هو شنو يبدو فاضيين زي تو يجي هو يكسر هيك زي تو يجي يكسر بح. هادو كل الانزيمات بح. عندي هرمونات تساعد الهرمونات المساعدة رد بالك الهرمون وين يفرز من عادي يفرز من الانتستن لكن يمشي للبلد مش ينزل لليومن انتبه معاي في المعلومة هي كويس. عندي 3 هرمونات هاي هرمونات نديرهم لك في جدول احسن تعرفوني الجداول توب نحاول يعني نسحر لكم جدولك يا رب يشد معاي ويجي جنين واضح هاي
هذا جاسترين لكن هنا نديرو مثلا سيسكي برا هاي مش موضوع، وهيكي نديرو اسمائهم خلاص ما عادش نبي نبلبز اكتر منك. هاي جاسترين سي سي كي اللي هو كايلو او كولي سيستو كاينين سي سي كي اختصاره. ثاني حاجه سيك ريتين. هاي معلومه معلومه معلومه. اول حاجه هذا من وين يفرز الجاسترين؟ من الجاستريك انترم. جاستريك انترم لو ما تعرفش الاناتومي، الانترم هو مدخل بداية كل شيء اسمه انتري انترم بهي اند دوادنم. دوادنم هذه كلمة أمريكية، دودنم بريطانية. ما هي دوادنم أو دودنم بيش نجكتر عليكم، لكن أنا كنت نقرأ منهج ليسمن لي فمشيت في لساني دوادنم نورمال سالاين، نورمال سالين مش نورمال سالاين، لكن يعني مش حاجة واو. يعني السي سي كي من جيدينوم وجيجينوم. هاي ايه جيدينوم اند جيجينوم سكريتين يطلع من جيدينوم وجيجينوم نفس الشيء. حلو هذه أول فقرة. ثاني فقرة ديروا بلون معاك باش ما تسهل عليكم، شنو وظيفته؟ شنو وظيفة الجاسترين؟ بيبسينوجين سكريشن، يعني يزيد من تفعيل التشيف سيلز انها تطلع البيبسين، فيزيد البيبسينوجين سكريشن. هذا ممكن في خلايا يصير فيها ورم، خلايا المعدة تبدأ تطلع جاسترين هلبة هلبة. هذه حالة اسمها مالري وستير سندروم. يبدأ شنو البيبسين يفرز بالزايد، ويبدأ الإنسان هو دي ما عنده تقرحات بسبب الحمض الهلبة اللي تدير تطلع حتى في الحمض. بيبسينوجين سكريشن بهي كذلك ريليز يزيد الانترنسيك فاكتور. انترنسيك فاكتور بتاع شنو؟ بتاع فيتامين بي 12 مسؤول عن امتصاصه، مهم جدا جدا جدا. الميوكوزا هي اللي تفرز فيه الجاستريك ميوكوزا. جاسترين هو مخصص للمعدة. السي سي كي هذا يزيد البنكرياتيك برو انزيم سكريشن. معاي لما شني الخمسة انزيمات متاع البنكرياس. السكريتين نفس الشيء يزيد البنكرياتيك برو انزيمز، كذلك يزيد هي مهمة جدا البنكرياتيك باي كربونيت. باي كربونيت شن بيدير لي؟ بيعدل نيوتريلايز شني الجاستريك بي اتش، بيعدل البي اتش اللي نازل من المعدة باعتباره ان حامض الانزيمات متاع الانتستين، وكذلك جدار الانتستين حيتاكل، فربك مخلي السكند بارت متاع الديدنم على طول يتصدى لي اللي شنو اسمه لافرازات المعده او اللي جايني من المعده يسموا فيها الجاستريك كونتنت، عن طريق زياده تحفيز السكريتين في الدم. السكريتين بيمشي يؤمر البنكرياس انه ينعصر،
فيطلع شني البايكربونات المخزنة البنكرياس تتعادل الماكلة داخل اليمن. أعتقد إن الكلام مش محتاج معادة. وصلنا 50 دقيقة، سادها هلبة، ساد يعني بالضبط إن إحنا نشرح الموضوع من الـ A to Z. أصلاً أن نكون وفقت. عندكم أي استفسار توصلوا فيه بكل بساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.